بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وتمضي الايام والاهلي الدافئ في الدوري الملتهب. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. هي حلقه تاتي في اطار استمرار الفرحه، استمرار الانطلاقه، واستمرار التغريد. بعيد قوي يا باشمهندس. مش بعيد قوي ولا حاجه ولا حاجه. لا مش بعيد قوي، هو الاهلي يستعيد مواقفه، يستعيد اصل الدوري هو ايه؟ تحاول تكسبه بس مالكش دعوه بغيرك، هتلاقي الدنيا تستفت. فالاهلي يفعل هذا. ليس ذنب الاهلي ان الدوري السنه دي قاسي جدا ومحتدم جدا والمستويات متقاربه والنتائج والمفاجات وارده وتحدث. هذا ليس ذنب الاهلي، لان نغمه الدوري كده بقى ملوش طعم، وزي ما انت هتقول لنا النهارده ممل لا الدوري ساخن جدا وملتهب ومشتعل ومن احسن الدوريات، ولكن الاهلي هو اللي في مكانه الدافئ. عشان كده في خمس عناوين مهمه في حلقه الليله هنقول لحضراتكم عليها سريعا. النجمه الرابعه في سماء الجزيره، وحتى لا يقع صلاح محسن في فخ ازاره، وأزمة الأجانب مش كلامنا، لكنه ضعيف وممل ولازم يتلغي، وأخيرا جولة مع الهجاصين والدجالين وبتوع الترامادول يا باشمهندس. والله انت ماشي. بس ايه يعني، خليكم معانا يعني، اوعى تغير المحطة. حلقة هتبقى لطيفة بإذن الله ان شاء الله. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الموجود في ألمانيا للعلاج هيرجع بإذن الله تعالى يوم السبت. هو كان عرض نفسه على الطبيب المعالج واطمن على حالته، وبينفذ برنامج تأهيلي لمدة 4 أسابيع يا باشمهندس. هو يعني العمود الفقري نجاكم الله منه، لأن أنا مش ناجي منه. شفاك الله. طبعا الرقبة والقطنية وبتاع بتأثر لما بتكبر، بتبقى على التوازن بتاعك والمشي بتاعتك والنومة بتاعتك وشوية ألام، لكن هي لا تحول دون إن حالتك الصحية تبقى كويسة. بس حالتك المزاجية ساعات تتأثر يعني. أيوه. ربنا يشفيه ويعفينا كلنا يا رب. بكرة الأهلي والأسيوطي في الدوري الممتاز، مباراة في استاد برج العرب. الكابتن حسام البدري المدير الفني اعلن قائمه فيها 21 او 22 لاعب، يمكن 21، على راسهم حسام غالي لاول مره الكابيتانو بعد عودته من السعوديه بيظهر في قائمه معسكر الاهلي لمباراه في الدوري. القائمه فيها شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب وايمن اشرف وصبر رحيل وحسام غالي وعمرو السوليه وحسام عاشور واكرم توفيق وهشام محمد وكريم ندفد وجونيور اجاييه وعبد الله السعيد ووليد سليمان واحمد حمودي وباكماني واسلام محارب ووليد ازارو وصلاح محسن يا باشمهندس. كتيبه مقاتله وجدت نغمتها، نرجو ان تحافظ عليها. طيب، النادي الاهلي بعت لاتحاد الكره خطاب للحصول على الموافقات الامنيه الخاصه بإقامة مباريات الأهلي في البطولة الأفريقية ابتداء من دور ال 32 إن شاء الله. في هتكون المباراة مع الفائز من بطلي الجابون أو بطل الجابون هو الأرجح حتى الآن في التأهل. المباراة مقرر لها 7 مساء يوم 6 مارس إن شاء الله في استاد القاهرة. الأهلي هيقابل الفائز من ريل كاديجو بطل بوركينا فاسو وفريق مونانا الجابوني. فريق مونانا الجابوني هيلعب مباراة العودة في ملعبه، خسر مباراة الذهاب بره الملعب 1-0، عنده فرصة كبيرة للتأهل. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي قال إن الأهلي بينتظر الحصول على الموافقات الأمنية للعب في استاد القاهرة، وزي ما قلت لكم المباراة يوم 6 مارس إن شاء الله. بمناسبة الموافقات الأمنية يا باشمهندس، وما يثار حالياً حوالين مباراة الأهلي والأسيوطي. مباراة الأهلي والأسيوطي بكرة كان مقرر ليها تتلعب في استاد شركة الأسمنت في أسيوط، ملعب أسمنت أسيوط. وده ليه؟ الأسيوطي ملعبه الدائم في مقره في الطريق الصحراوي في الأسيوطي قرب مدينة بني سويف.
لكنه الموافقات الأمنية قالوا إن مباريات الأسيوطي مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي ما تتلعبش في منتجع الأسيوطي. طيب الأسيوطي يختار ملعب بديل، اختار فريق الأسيوطي سبورت ملعب أسمنت أسيوط في مدينة أسيوط عشان تتلعب فيه المباريات الثلاثة. الأسيوطي راح لعب مع الزمالك ولعب مع الإسماعيلي. اللائحة بتقول إيه؟ النادي صاحب الملعب هو اللي بيحدد ملعبه، ولو عايز يغير يختار الاتحاد والنادي الآخر قبل موعد قبل وقت كافي من موعد المباراة. فالأسيوطي حسب تأكيد لجنة المسابقات، يعني الكلام ده تأكيدا من لجنة المسابقات، الأسيوطي من 10 أيام فاتوا هو لاحظ إنه ملعب أسمنت أسيوط مش جيد بالنسبة له، راح لعب هناك مع الزمالك واتغلب، لعب مع الإسماعيلي واتغلب. طيب أنت لازم تختار ملعب بديل، فاختار برج العرب. الأهلي ما هوش طرف، اللي اختار الأسيوطي وراح يلعب مباراته اختار لها ملعب برج العرب. قامت القيامة ولغاية دلوقتي ما قعدتش. ناس اتكلمت إنه اشمعنى الأهلي وإنه هنا مفيش تكافؤ فرص، والأهلي ما دام الزمالك راح أسيوط يبقى الأهلي لازم يروح أسيوط، الإسماعيلي راح أسيوط يبقى لازم الأهلي يروح أسيوط. ومحدش قال طب ما هو المصري وسموحة وإنبي وبقية الأندية ما راحوش أسيوط، راحوا ملعب الأسيوطي. هي الاشتراط الأمني كان إن منتجع الأسيوطي مش هي يستقبل مباريات الأسيوطي مع الفرق الثلاثة الأهلي والزمالك والإسماعيلي. طيب الأسيوطي اختار ملعبه حسب اللائحة، برج العرب، برج إيفل، مطرح ما يروح، اللائحة بتدي له هذا الحق. طيب يعني هنعمل إيه طيب؟ هنعمل إيه؟ قال لك هنا مفيش تكافؤ فرص، وهنا لجنة المسابقات جملة الأهلي، وعشان الأهلي ما يروحش يلعب الأسيوطي. هو الأهلي طلب؟ ولا الأهلي ما طلبش، ولو طلب مش من حقه. بس يعني أنا عايز أقول حاجة، يعني مين اللي طلب؟ الأسيوطي صاحب الملعب. إذا جملة الأسيوطي يعني إذا كان ما جملتهوش وافقت له يا سيدي. احنا بنفترض، انا وانا بقول لك جملة الأسيوطي انا بفترض المنطق اللي بينوقوا بيه. الأسيوطي طلب فلجنة المسابقات وافقت له، اذا لجنة المسابقات وافقت الأسيوطي طيب حلو قوي. طب هو الأسيوطي جامل الأهلي ولا هيبقى؟ انا عارف يا ابراهيم دي لا. انت لسه هتجاوب، سيبني بس اخلص المنطق في الحته دي الاول. الاسيوطي هيجامل الاهلي على اعتبار ان علي ماهر وهادي خشبه بيحبوا الاهلي. طب ودوا عنتر الزمالك ليه يا اخوانا؟ دي مصالح، دي مصالح. ولما كانت مصلحتهم ان ودوا عنتر الزمالك بعد ما ما ما, ما تمت كل شيء مع النادي الاهلي، ما حدش قال اشمعنى. انما بقى عايزين بشخصا كل موضوع نقلبه، هذا شأن الاخرين. اديني بقى الادله اللي عندك. طيب هنا بقى يتقال اصله اللجنه جمله الاهلي. عارفين المشكله ان الاهلي ما بيزنش بجد حتى في التحكيم. هتلاقي في ذاكره الناس كله بيتكلم على واقعه هدف حسن شحاته الملغي في الاهلي، والله ده تأكيد على ان الدوري بجدارة الآن. بالظبط. حدش يتكلم ان ربيع ياسين اتلغى له جون صحيح وشرع 100% في الزمالك. الاهلي مشكلته انه، او ربما هي ميزته عند الناس اللي ممكن تكون بتزن الامور صح، بيعدي يتضرب رضا البلتاجي ويتفتح وشه والمباراه تتعاد عشان الزمالك يكسب عشان ياخد الدوري، والاهلي ما يتكلمش. ايوه، والاهلي ما يشتكيش وما يتكلمش. ربيع ياسين اتلغي له جون شرع في الزمالك 100%، ما حدش يتكلم. السنة دي ضربات جزاء آخر مباراة، شايفين الأوضاع ماشية ازاي في التحكيم، والأهلي ما بيتكلمش واخد الأمور بجدية فيما يخصه هو، مش واقف كتير. لكن وقع زي مباراة الأسيوطي هيتبني عليها أفلام هندي بقى. مباراة الأسيوطي واتنقلت. طيب خد السنة اللي فاتت، بتروجيت ملعبه استاد السويس، بتروجيت الأهلي راح لعب مع بتروجيت في السويس، لكن لعب بتروجيت مع الزمالك الماتشين في القاهرة. الأهلي ما قالش أنا رحت السويس ليه الزمالك ما يروحش السويس؟ لا، بس دي مجاملة للأهلي. الأهلي بيحب يروح السويس عشان هواء حلو. ويجيب سمك هو جاي. ويجيب كابوريا وسمك. ما تكلمش الأهلي، ما هو أنت رحت السويس السنة اللي فاتت لعبت بتروجيت، والزمالك لعب المباراتين هنا في القاهرة، ما حدش يتكلم.
وادي دجله ايضا. وادي دجله ملعبه اللي كان معتمد استاد السلام او الداخليه، لعب مع الداخليه، لعب مع الزمالك في ملعب السلام. الاهلي كان عنده شكوى انه استاد، لو فاكرين الجهاز مش عايز يلعب في استاد بتروسبورت، والاهلي عنده تحفظ على انه ملعب بتروسبورت صغير والفريق ما بيستريحش فيه. يوم الداخليه يلعب مع الزمالك في السلام، لكن لما يجي يلعب الاهلي يروح جايبه في بتروسبورت. غلاسه، رخامه، مجامله للاهلي، بيبحث عن اي فرصه يكسب فيها الاهلي. والاهلي ما قالوش طب ما انت خدت الزمالك في السلام، اشمعنى ان انا ما اروحش السلام؟ لعب الاهلي وسكت. ايضا نفس الحكايه وادي دجله يلعب المفترض في ملعبه، وادى الاهلي لبتروسبورت، الاهلي راح بتروسبورت، الزمالك ما راحش. نفس المنطق في تغيير الملاعب. الاهلي لعب مع غزل او في موسم 15 16 من موسمين، لعب غزل المحله مع الزمالك المباراتين في بتروسبورت، ولما جه لعب القاهره اللي جه لعب الاهلي قام واخد الاهلي في الاسكندريه. الاهلي ما قالوش يا عم الامثله كتير طبعا. انت برافو عليك انك طلعت الكلام ده، لان الامثله كثيره جدا، لكن انت على رايك لازم نبقى زنانين شويه. اه فمحدش بيعي ده، زي دلوقتي اللي حاصل. منطق برضو الناس بتتكلم على الاهلي والاسماعيلي. الاهلي ما طلبش انه ما يروحش الاسماعيليه، وما طلبش ان الاسماعيلي ما يجلوش القاهره. بالمناسبه مفيش اعتراض امني على انه الاسماعيلي يجي يلعب الاهلي في القاهره. الاعتراض الامني او التحفظ الامني خاص بفرقه الاهلي في خط القناه. يعني الاهلي يلعب مع الاسماعيلي في مدينه تانية، ويلعب مع المصري في مدينه تانية للاعتبار الامني. الاسماعيلي يلعب مع الاهلي رايح جاي في اسكندريه. طيب في برج العرب. فين بقى عدم تكافؤ الفرص ده؟ طيب الزمالك الاسماعيلي جاله القاهره. الاسماعيلي جه يلعب مع الزمالك في القاهره. بس فمن الطبيعي ان الزمالك يروح يلعب في الاسماعيليه. استاذ ابراهيم، وزي ده السنه انا سمعت اللي الاستاذ مرتضى، بس احيانا بتبقى في بالونات اختبار مش نتيجه موقف رسمي. انا سمعت الاستاذ مرتضى منصور وبيقول مين قال ان احنا اعترضنا ان احنا نروح نلعب في الاسماعيلي؟ ما عندناش مشكله، سمعته بنفسي في احد المداخلات. فهي بتتبعت كده ونشوف تعمل ايه. الاستاذ مرتضى حسمها يعني، انما اللي عايزين يتشاؤوا اعلاميا هم اللي بيتشاؤوا. اصل ده بيخلق مناخ. طبعا انا معاك طبعا، انه يفضل يقول لك لان في ناس بتصطاد وتتلكك وتعيش وادي المجاملات. واشمعنى الاهلي يا جماعه؟ طب ما تبصوا للمنشهد بالكامل. ما الزمالك الاسماعيلي جه يلعبوا هنا في القاهره. بالظبط. الزمالك لعب في ملعبه، الاهلي راح لعب في اسكندريه. هي ديت يعني اكتر من واقعه، انما في واقعه الاسيوطي لا الاهلي طرف ولا الاهلي طلب، والمباراه مباراه الاسيوطي. ده بالعكس بقى، والاسيوطي هفكرك لما الاهلي طلب انه ما يروحش ملعب الاسيوطي في الموسم قبل الماضي في 2015. عمرو جمال رباط، عمرو جمال جاله رباط وطرد وليد سليمان واتلغى جولين، والارض كانت عامله ازاي؟ لم يستجيب، لانه طلب الاهلي، الاهلي اللي طلب لم يستجيب. هو كمان خد بالك حاجه، فريق الاسيوطي هو اللي اكتشف انه ملعب البترول مش كويس، مش وبعدين من الاخر كده. حاجه محمود الاسيوطي راجل زملكاوي وابنه راجل زملكاوي. خلاص بقى يتكلموا مع بعض، احنا مالنا؟ لا جابوها في هادي وعلي مال. لا هادي وعلي مال كان يقدروا يعملوا حاجه في ماشي. طيب بكره ان شاء الله الجمعه الاهلي والاسيوطي، والكابتن حسام اختار القائمه اللي انا قلت لحضراتكم عليها واللي بيظهر فيها لاول مره حسام غالي يا باشمهندس. ظهور يعني وعود احمد، ويا ربنا يوفقه ويوفق الفريق يا رب. ماتش مش سهل يا ابراهيم. طبعا ماتش مش سهل ابدا. في اي مكان في مصر ما هوش سهل. ده بالعكس، هم عندهم فرصه ان هو في برج العرب فريق كويس ويلعب كوره كويسه. عارف ليه طلب؟ ما هو الفرقة اللي بتلعب كورة عايزة ملاعب جيدة. الأسيوطي بيلعب كورة. ايوه. بس. أنت كنت بتقول لي حتى وإحنا جايين إن هو من أكتر الفرق المحسوب لها ضربات جزاء. 15 ضربة جزاء، وفي ماتشات
اكتر يعني من ماتش. عنده فعاليه هجوميه هو ده طبعا ده عنده بيضغط بالظبط وفي ماتشات حسب له ضربتين في نفس المباراه اكتر من مباراه يعني. الكابتن سيد عبد الحفيظ بمناسبه التجهيز للمشاركه الافريقيه ان شاء الله، لان انتم عارفين ان دوري ابطال افريقيا البطوله اللي جايه ده الهدف الاساسي المرصود للجهاز الفني في الاهلي، فالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اجرى اتصال بالسفير احمد بكر سفير مصر في الجابون للاستفسار عن الاجواء هناك وترتيبات رحله الاهلي في شهر مارس ان شاء الله وكل ما هو متوقع بالنسبه لهذه المباراه. والجهاز الفني بيكلف الكابتن سيد معوض مساعد المدرب للسفر للجابون لمتابعه هذه المباراه بين بطلي بوركينا فاسو والجابون، الفائز منهم هيلاعب الاهلي ان شاء الله. الفيفا بيحيي ذكرى الكابتن ثابت البطل عليه رحمة الله اللي حلت الذكرى ال 13 لرحيله هذا الأسبوع. غرد الفيفا على صفحته الرسمية على تويتر قائلا: أسطورة النادي الأهلي وواحد من أفضل حراس المنتخب المصري ثابت البطل توفي في مثل هذا اليوم من العام 2005 عن عمر يناهز 51 عاما. ألف رحمة ونور على الكابتن ثابت البطل. وجريدة الوطن يمكن عاملة بروفايل عن ثابت البطل: ثابت البطل الخالد. والحقيقة مشكورة كتبت الوطن الكثير من الكلام اللي يستحقه الكابتن. احنا عملنا طبعا وقفة في هذه الذكرى في الحلقة الماضية حاولنا نتذكره، وقفة يعني فيها يعني مستفيضة يعني. ألف رحمة ونور على الكابتن ثابت وروحه الطيبة، يستحق كل التكريم في كل لحظة. طيب اليوم السابع بيقول الاهلي يتفق مع وزاره الاسكان على تغيير موقع فرع التجمع الخامس، ودي خاصه بهذه الارض لكن هي كل الامور محل دراسه بين الاهلي والوزاره. الاهلي بيشترط 175 مليون جنيه لبيع ازارو، والبدري مطلوب في السعوديه يا باشمهندس. الكلام بقى من استنتاجات والحاجات دي. الوطن بتقول ان حسام البدري المدير الفني تلقى عرضا مجانيا. خدوا منشته النبي عشان خاطري، ما ناخدش التفاصيل بقى لان هو ده وقت زرع المشاكل. زرع المشاكل. ودي تفاصيل. ما مصدر مسؤول ونادي احد الانديه الكبرى والكلام ده ما مش وقته. طيب. ولا حد قال 10 مليون دولار ولا حد اتكلم في بيع ازارو، هتلاقي اخبار من دي كتير الفتره الجايه. وتريزيجيه ممكن يرجع؟ ما اعرفش، يا ريت، بس هو ماشي كويس هناك مع قاسم باشا. ده في التشكيله الرئيسيه اللي يجي سادس او سابع ماتش في الدوري التركي. طيب اذا كان بيقول لك الاهلي يلغي يغلق الصفحه لانه ماشي كويس. وبالنسبه لعمرو جمال؟ عمرو جمال عنده مشكله في بيت فيست. وعايز يروح قلنا هلسنكي، ده ما معناه انه احتمال كبير يرجع في اخر السنه الموسم. طيب الزمالك بيعرض على المقصه والكره في ملعبك يا عزيزي. الزمالك بيعرض على المقصه ضم جون انطوي مقابل 14 مليون جنيه في الصيف، يعني بيدوا له 200,000 دولار مكسب. مكسب هناخد منهم حوالي 30,000 أو 40,000 دولار من نسبة إعادة البيع. كويس، يعني هو 600,000 دولار بس هناك وعد من اللواء محمد عبد السلام ان المقاصة مش هيكون كوبري، مش هيشتريه عشان يبيعه، يسيبه يا ياخده. وقال احنا عمرنا ما هنكون كوبري، هنشوف. في دوري الكرة الطايرة رجال، الأهلي فاز على سبورتنج 3-1، ده في الدور الثاني. لا، في قرار مهم بتاع البطولة الإفريقية قبليه. اتفضل. قررت اللجنة العليا، ودي مهم جدا للمنظمة لبطولة أفريقيا، من 4 ل 15 للسيدات، ثم من 25 ل 6 حتى 6 أبريل 25 حتى 6 أبريل للرجال، انها تدخل الجماهير 950 تذكره هتتعمل بايجار رمزي 5 جنيه لتنظيم الدخول عشان اللي يأيد يعني يكاد مجانا تقريبا يعني عشان نضمن الاقبال في كل الماتشات وعشان نسهل تواجد
الجماهير ان شاء الله. اتحاد الكرة من خلال لجنة المسابقات بسبب المواعيد الخاصة ببطولتي أندية أفريقيا بتجري اللجنة بعض التعديلات على مواعيد جدول الدوري في شهر مارس القادم إن شاء الله. يمكن أبرز ما فيها يا باشمهندس إنه المباريات كان المقاولين هيلعب مع المصري يوم 25/2 بقت يوم 24، يعني اتقدمت يوم. المقاصة هيلعب وادي دجلة كان المفروض هيلعب يوم 25 أو بقت يوم 25 فعلا بدلا من إقامتها في ملعب بني سويف، اتنقلت لاستاد القاهرة. الأهلي هيلعب الداخلية يوم 28 فبراير في بتروسبورت أهو، اتعدلت ساعتين فقط، بقت الساعة 6 بدلا من الساعة 8. بتروجيت هيلعب مع مصر المقاصة في استاد السويس يوم الجمعة 2 مارس، وفي نفس اليوم هيلعب المصري والأسيوطي في استاد الجيش، ده بدلا من الأربعاء 28/2. إنبي والأهلي في ملعب بتروسبورت هتكون يوم 11/3 بدلا من 12/3، يعني في تعديل يومين. المصري والانتاج الحربي في استاد الجيش ببرج العرب 7 مساء بدلا من اقامتها يوم الثلاث 12/3، كلها تعديلات يوم. والزمالك والرجاء في استاد القاهره يوم الثلاث 13/3 بدلا من اقامتها يوم الاربع 14/3. ده يمكن بعض التعديلات اللي ادخلتها لجنه المسابقات اليوم على بعض مواعيد مباريات الدوري. المصري اليوم بتتحدث عن أزمة جديدة في الأهلي، قالت إن دي بين البدري وإكرامي، وقالت إنه شريف بيقول إن أنا جاهز وسليم تماما، وعبد الحفيظ قال استبعاده أمام المقاولون وجهة نظر فنية، ومحدش قال إنه شريف استبعد لأنه مصاب. كابتن حسام البدري ما طلعش قال كده، ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك دي وجهة نظر فنية. قال احترمها بشدة، فين الأزمة بقى؟ بيقول لك أهو هي وجهة نظر، أنا سليم 100%، وجهة نظر فنية احترمها بشدة، كل التوفيق لزملائي، يعني شيء راقي ومسؤول، وليه نحمله ان هو زعلان وازمة؟ ما خد بالك يا باشمهندس، هو لما دخل شريف القائمة الماتش اللي قبل اللي فات قالوا علي لطفي غضبان وساخط وزعلان، انا مش جاي عشان اطلع بره القائمة. ما هو في واحد ثالث، ما هي في النهاية في جون هيلعب وجون هيقعد على الدكه، وعلامه المصري وفي جون هيطلع بره. استنى بس، واخد بالك يعني الكلام اللي اتكتب ده يزعل حد؟ اهو كتب ايه، انا جاهز سليم في المية 100%، وادي تدريباتي بمنتهى القوه، استبعادي من قائمه الفريق وجهه نظر فنيه احترمها بشده، وكل التوفيق لزملائي محمد الشناوي وعلي لطفي باقي الفريق في مباراه الغد. بيتكلم على المقاولين. التعليق بقى، وعلامه المصري ان البدري ابدى استياءه بشده مما كتبه اللاعب على حسابه، ما كتبش حاجه ولا البدري ابدى استياءه لا يمكن، لان ما كتب تحترم فيه صاحب يعني الراجل ملتزم. لا هو يعني الكلام على ان اللي كتبه على حسابه غير الكلام اللي اتكتب في الجورنال، يعني التصريح في الجورنال ده حاجه تانية، لكن هي ايا كانت المساله، ما في جون ثالث يا جماعه كبير هيطلع بره القايمه، بره قايمه ال 18، مره هيكون على لطفي، مره هيكون الشناوي، مرة هيكون شريف إكرامي. فكرة الاصطياد بقى، أي جون هيطلع من التلاتة هتبقى فيه مشكلة وفي أمصر وفي زعل وفي أزمة. وأنا حكيت لك فايسا أيام الراحل ثابت البطل قال له إيه؟ مترتبة كده. طيب أنا بقول لكم دايما وأبدا الكلام بيفسر بعض، وربنا كتر الجرايد، لأنه الجرايد والمواقع لما كتروا لو حطيتهم جنب بعض كده تقدر تسلي وقتك. المصري اليوم في أزمة وانتوا شفتوها، وعلى الكلام منسوب للشريف، وانه أزمة جديدة في الأهلي بين البدري وإكرامي. ده المصري اليوم، هات جورنان الأهرام الأكثر رصانة والأكثر التزاما ومسؤولية. تاني يوم العنوان في الأهرام، شريف إكرامي يخرج عن صمته، ليس هناك أزمة مع البدري وشخصنة الأمور تحزنني. ده مش حسام اللي قال، مش الكابتن حسام البدري، ده شريف اللي بيقول، اللي منسب له الكلام الأولاني كله.
حاجه يعني. وقال شريف اكرامي عدم الحصول على جواز سفري لا يعني خروجي من حسابات كوبر، انه جهاز المنتخب بعت ياخد جوازات سفر بعض اللعيبه اللي من وجهه نظره ربما يكونوا مرشحين لمعسكر مارس، معسكر الاعداد اللي جاي. وقال ان انا يعني طارق سليمان بريء من جلوسه احتياطيا ولن افرط في فرصتي بالمنتخب. دفعت ثمن خسارتنا لدوري ابطال افريقيا ورايت وجه الكره القاسي. هناك فارق بين حارس يقاتل للمشاركه في المونديال واخر يبحث عن الانضمام للمنتخب. بيتكلم عن حقوق طبيعيه جدا بين الحراس ومستوياتهم واعمارهم. لا هو بيقول انا مش بدور على فرصه. انا عايز اقاتل عشان ارجع المنتخب ويتحدث عن نفسه. أيوه. الراجل لم يسئ لاحد. انا قريت ما حقيقه وجود ازمه خاصه مع البدري. نهائيا ليس هناك ازمه او صدام مع البدري، انا احترم قراراته. وما كتبت يؤكد عدم وجود مشاكل، وهذه رؤيه فنيه احترمها، ولكني حزين للغايه فبعد 10 اعوام وخبرات كثيره ان يتم شخصنه الامور لتلك الدرجه، وهما جعلني افكر مع نفسي ان التزم الصمت ولا اتحدث حتى لا يستغلها احد. ده الحوار اللي عمله صديقنا العزيز الزميل محمود صبري. ساله ما هي علاقتك يا شريف بمدرب الحراس الكابتن طارق سليمان؟ قال له علاقتي به طيبه للغايه واحترمه كثيرا، ولكن يجب ان يعرف الجميع ان دوره استشاري، واعتماد المدير الفني على قرار مدرب الحراس يكون على قناعات به. وللحقيقه طارق سليمان بريء من الجلوس من جلوس احتياطيا. يعني عايز يقول الراجل، وده على فكره لا طارق سليمان بينكر ده ولا احمد ناجي في المنتخب بينكر ده، ان مدرب الحراس بيقول رايه، وفي النهايه الهيد كوتش هو اللي بياخد، هو المسؤول عن مين يلعب ومين يقعد. جلوسك احتياطيا يشير الى انك بعيد عن المنتخب. قال لك الاهلي سيكون حريصا على مصلحتي، واريد ان اقول شيئا. هناك فارق بين حارس ينافس ويقاتل على اللعب في كاس العالم وحارس يريد الذهاب للمنتخب. كوبر يفضل دوما اللاعبين اصحاب الخبرات. هل تشعر بان حلمك ضاع مع المنتخب؟ قال قتلت ليكون لي مكان في المنتخب ومع كوبر، ولكن المدرب الارجنتيني مقتنع بي كحارس ثاني، وهو ما يزيدني قوة أن أكون الأول، فقد تعبت كثيرا لأكون هنا. دي حدوتة شريف إكرامي شفته في مصر اليوم، هي أزمة ومشكلة وضرب نار، وشفناها في الأهرام على لسان شريف نفسه مفيش أي مشكلة، وأن هو بيحترم وجهة نظر الجهاز الفني، وأن هو الراجل بيأدي كل تدريباته بكل قوة والتزام، ومتمسك بفرصته وحقه في أنه يكون إن شاء الله مع قائمة المنتخب في كأس العالم. الأهرام المسائي، الأهلي في ورطة طبية. سوء تأهيل اغتال أحلام ربيعة، والبدري يحقق في تطورات الإصابة. وبتقول الأهرام المسائي ما هو لازما في أزمة تنفجر، ولازما في مشكلة تبقى سخنة. بتقول إنه بعد أن تبين سوء تأهيل اللاعب من قبل أعضاء الجهاز الطبي وبالتحديد الدكتور خالد محمود. الدكتور خالد محمود مش أخصائي تأهيل. ما هي المشكلة الكبيرة إن الصحفيين بيتكلموا في كل حاجة بوجهة نظر، يعني في النهاية ده طب. الدكتور خالد محمود طبيب، هناك أخصائي للتأهيل. مش معنى إن اللعيبة مصابة أو كثرة عدد المصابين يبقى ده اتهام للجهاز الطبي، لأن الدكتور بيعالج مش بيعور. الدكتور بيجيله اللاعب مصاب مش هو اللي بيصيبه. فبالتالي ممكن تقول لي في ظاهره لكثره الاصابات، اقول لك يتبص على الاحمال، يتبص يعني اكيد الهيد كوتش عنده وجهه نظر فيما يخص كمدير فني ايه المشكله اللي موجوده فين؟ هل ضغط المباريات؟ هل حالات اللعيبه؟ هل كثره عدد المشاركات في وقت قصير؟ ولا هل احمال بدنيه زايده؟ دي كلها تفسيرات قدام المدير الفني كراجل مسؤول، لكن مش معقوله ان احنا بندي نفسنا كصحفيين حق ان احنا نقيم كمان الجهاز الطبي، ونبدا نتكلم على دكتور على ان هو اخصائي تاهيل وما هوش اخصائي تاهيل. فيتهم بقى الدكتور خالد محمود ان هو سبب تاهيل رامي ربيعه. بس كمان بص يا ابراهيم، احيانا بتتكتب حاجات تضايق وتزعج، لكن كمان لما يتقال لك ان مزق باحد بعضله الضمه باحد القدمين وتمزق
7 سنتي بالقدم الاخرى. يعني الوضع غريب جدا. يا سوء بخت نادر ما حصلتش. الاثنين ضموا واحده تمزق بسيط والثانيه قطع 7 سنتي ولا تمزق 7 سنتي. يعني يعني شيء ربنا يكون في عون رامي ده، لان اصابات غريبه مش هي نفس الاصابه كل مره. فارجو ان ربنا يعافيه. احنا مش بندور على مين المسؤول دلوقتي، دي مساله الاهلي يحددها، لكن لازم يعالج هذا اللاعب بمنتهى الدقه والتاني، وهو يكون احرص واحد ينسى خالص موضوع انه لازم الحق كاس العالم باذن الله الحقه، لكن ما يحطش نفسه تحت هذا الضغط. لازم كويس انه راح المانيا. ما هو يعني دي اصابه انا بشوفها غريبة. ارزل من الغضروف وارزل من الصليبي. الصليبي بيبقى واضحه بتاخد وقت صحيح. لكن دي اصابات انا اول مره اسمع تمزق 7 سم في الضمه ده. فربنا يشفيه. اللهم امين. طيب المسا بتتحدث عن انه غالي ومتعب في لجنه شؤون اللاعبين، شكلت لجنه لشؤون اللاعبين وقالت ان غالي ومتعب فيها، وانه مجلس الاهلي بيكرم النجمين في حاله الاعتزال نهايه الموسم. يعني هي المساله معلقه ان هم لو بطلوا هيبقوا في لجنه شؤون اللاعبين. يحيينا ويحيكوا ربنا. مش فاهم، لجنه شؤون اللاعبين بتاعه الاهلي ولا بتاعه الاتحاد؟ الاهلي هيشكل لجنه لشؤون اللاعبين يمسكها حسام غالي ومعاه عماد متعب لو بطلوا في نهايه السنه. والله انا اعتبر هذه ليست اخبار ولكن مقترحات. ايوه تدرس. يعني انما هل غالي ومتعب ده خططهم يعني انهم اولا يبطلوا وبعدين يختاروا هذا الكريم؟ سابق لاوانه كله طبعا. طيب كابتن مختار مختار يتحدث عن علاقته مع مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه من المدربين الحقيقه المجددين في الكره المصريه، واي حد هيقف اصحاب المحطات التدريبيه التي تغير لافته جدا. بالظبط. زي ما بصمته التكتيكيه واضحه، تركيزه على السمات الشخصيه عند اللاعب المصري وتطوير ثقافته مساله مهمه جدا. اول من لفت نظرنا الحقيقه لنظريه الدوافع في الكوره، وانه اللاعب المصري محتاج دايما وابدا يتعمل له تجديد للدوافع، ومحتاج تنشط عنده الدوافع علشان يبدا يكسب. لفت نظرنا لحاجات كتيره في الاعداد السيكولوجي للاعب، وانا اعتقد كل من تعامل مع مانويل جوزيه من اللاعبين والمدربين استفاد منه كتير قوي في جوانب اعداد اللاعب على المستوى الشخصي اكتر من خلق مدرسه. مدرسه اقول لك تلمذتها حتى النهارده. يعني الكابتن طارق العشري، الكابتن طلعت يوسف، تشوفهم بالسمات دي. وفي منهم من تلقى عن بعد زي الكابتن ايهاب جلال. ومين من تلقى عن المعايشه والمعاشره والمشاركه زي الكابتن حسام البدري، الكابتن مختار، والكابتن مختار محمد يوسف. كل الناس دي شافت ان ده جزء مهم. وشافت ان الثواب والعقاب والمرح والجده والشده والطيبه والانسانيه والاحترافيه، هذا المزيج الساحر اللي كان بيتمتع به هذا الرجل بمفرداته، اللي عرف ياخد 70% واللي عرف ياخد 50% واللي عرف كله بقدر قناعاته، ولكنه صاحب مدرسة في التعامل مع النجوم أولا، وسيطرة على النجوم، وإن إزاي تحبني وتخاف مني. صحيح. نشوف الكابتن مختار في الالتسية تحدث عن مانويل جوزيه. مع مانويل جوزيه يا كابتن؟ ها؟ اسباب خلافك مع مانويل جوزيه؟ شوف مانويل جوزيه يعني عنده شخصيه دي ما حدش يعرفها لغايه دلوقتي. انا اظن ان كان حد يعني لما جه يمسك، انا اظن برغم ان هو كان بيتعامل معانا بشكل كويس وكان يعني بيتعامل معايا كويس، لكن كنت بظن من 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 شغله معايا او من طريقته معايا ان حد قايل له حاجه مني او مخوفه مني. ايوه دي حاجة أنا كنت متأكد منها. فأنا وأنا بشتغل معاه ما كنتش باخد راحتي. يعني أنا ليا فكري وبفكر، وأكيد إن ليا
افكاري اللي انا ممكن اقولها له، واللي انا عايش مع الكباتن اللي شغالين معايا انا بسمع لهم وباخد منهم ورايهم بالنسبه لي لازم اسمعه. مانويل جوزيه يعني كنت احس انه بيبقى في تحفظ شويه، فانا ما صدقت ان السنه دي خلصت ومشيت ورحت على طول تاني السنه اللي بعديها رحت غزل المحله. وبعد كده رجعت بتلوجيت. الفطنه بتاعت بتلوجيت دي انا الحمد لله بقت يعني مدير فني والحمد لله بقت ليا شكل معين. الفطنه دي مانو جوزيه علاقته بيها بقت كويسه قوي. لما انا يعني بقت علاقتنا يعني وطيده وبقت علاقتنا قويه وبقى يعني بيقابلني بشكل كويس. مدرب كويس هو كده؟ عكس ها؟ مدرب كويس. هو مدرب كويس بس طبعا هو يعني المدرب المحظوظ المدرب المحظوظ انه يجي او يشتغل مع مجموعه لعيبه تكون كويسه. ايوه حتى لو عنده حاجه يقدر يوصلها لهم يقدر يعني هم يعني ينفذوها. مانويل جوزيه اشتغل مع من افضل المجاميع اللي حصلت في النادي الاهلي في تاريخه. طبعا عماد النحاس الحضري، وائل جمعه، بركات، ابو تريكه، احمد حسن، عماد متعب، فلافيو، حاجه يعني صراحه. سيد معهود كان بديل جلبرتو، كان يعني انا بقول لك مش ممكن كل يعني لعيب عظيم في مكانه مش ممكن. فطبعا اكيد ان اللعيبه دي يعني ما يعني في لعيبه في مدربين جامدين قوي يعني زي مثلا الراجل بتاع مدرب مانشستر يونايتد. ما هو لما راح مانشستر في الاول ما كانت الفرقه كويسه لكن كانت بتطلع الخامس اما جه وجاب لعيبه ابتدى الدنيا اتغيرت. بس قوام النادي الاهلي دلوقتي كويس كده صح؟ قوي قوي وماشي حلو. معطيات النادي الاهلي هي اللي هي كاس المنتخب معطياتها. ما فيش تعليق. هو وضح ان كان في ازمه هو لا يدري سببها وارجعها الى ان حد يكون مخوفه منه، لكن لما خرج مستر مانويل احترمه ككوتش بقى وكاداء. لما راح بتروجيت وبقى يعامله كويس وبتاع، وهي هي شخصيات. انت 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 يعني احيانا يجي واحد في فريق الاعداد ها كثير الجدل معاه كثير مش عارف، تبص تلاقيك بترتاح لواحد تاني بيقول لك طيب هنشوف حاضر هنعمل. هي كده. فانت مش معنى كده انك لازم تبقى اليس مان، بس كمان ما تبقاش ضاغط بالحاح. يعني يعني انت في مناصب كده اسمها انصح ولا تلح. يعني احيانا يبقى صديقك بيسالك نصيحه. على فكره ما فيش حد بيسال نصيحه عشان تقول له انت غلطان. اللي بيسألك النصيحة عشان تقول له والله عندك حق. بيثبت نفسه. بيثبت نفسه. لكن بمجرد ما تبتدي تنتقد حتى ولو بتهذيب، ما كانش يجب تعمل دي أو اعمل دي بالطريقة الفلانية، بينه وبين نفسه يقول له هنخش بقى في الفزلكة والفلسفة. يا ريتني ما كلمت. مع إنه هو اللي سألك. يا ريتني ما كلمت. واخد بالك؟ فطبائع البشر هي كده. هو كابتن مختار أيضا شخصيته فيها شيء من الإيه العصبية الشوية. راجل جميل جدا وعنده فكره وعنده. والكابتن حسام انا بعتبره في منتهى الوعي والذكاء. صحيح. قاعد يشرب الليله على نار هاديه قوي. مش ضروري يتعلم بس من مستر مانويل، ده بيتعلم من اللعيبه قدامه. ده بيتعلم من الازمات اللي بتحصل قدامه وطريقه حلها. حسام البدري عنده سمات شخصيه ثانيه. فهمني؟ هو اقرب نموذج للكاركتر بتاع مانويل. صحيح. صحيح. انه امتى يعرف يبتسم، امتى صحيح. يعرف يكشر، امتى يعرف يضغط، امتى يعرف لا يخضع لضغوط. عنده دي عنده في صلابه، عميق في فكره شويه. في صلابه. انما انا بس عشان في حته قالها كابتن مختار وبتتردد كتير واتمنى الناس تقف عندها، انه مانويل جوزيه نجح عشان كان معاه كل اللعيبه الجامده قوي ديت. محدش بيقول ما هو اللعيبه دي بقت جامده قوي ببصمه مانويل جوزيه. ما هو ممكن يبقوا جامدين قوي ها لكن ما فيش سيطره عليهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما السيطره ممكن تكتيك وممكن سلوك. الحاجه الثانيه، هو وائل جمعه افضل ظهير ثالث في افريقيا مع المنتخب في كل الثلاث بطولات للامم الافريقيه ومع الاهلي في دوري الابطال.
هو ده وائل جمعة بتاع 2001 اللي جه من غزل المحلة؟ لا بس طبعا حتى كابتن عماد النحاس. هل ابو تريكة بالوضع اللي انتهى عليه مع النادي الاهلي، ابو تريكة مره قال انه حتى الضربه الثابته فاكر بتاعه اليابان اللي حط رجله فيها من فاول وجابها، اوكلاند سيتي كان ولا مين، قال انه مش اوكلاند، لا في ماتش الضربه الثابته اللي جابها من بره اوكلاند، قال ان مانويل جوزيه وصلت به الدقه معاه انه كان بيحدد له يحط رجله في الكره في انهي جزء منها عشان تروح بالمكان ده. فالراجل كان له بصمه على اللعيبه. ابو تريكه مش ما شفتش مانويل جوزيه بيرفع الكورنر، ابو تريكه بيسمي الزاويه اللي هيحط فيها الكوره. شوف يعني عماد النحاس، انت بتتكلم عماد النحاس لما جه من النصر السعودي انت جبته، الناس بتتكلم ان ده مبطئ. بركات لما جبته من العرب القطري الزمالك قال لك ده عنده غده درقيه وتعبان ومش هيكمل. كل اللعيبه اللي هم بقوا احسن لعيبه في افريقيا مش في مصر، يعني بركات خد احسن لاعب في افريقيا، ابو تريكه خد احسن لاعب في افريقيا، وائل جمعه خد احسن مدافع في افريقيا، عصام الحضري احسن حارس مرمى في افريقيا، كل دول بصمه مانويل جوزيه عليهم شخصيا كبيره. ايوه طبعا. يعني بلاش ننسب نجاحات مانويل انه اللعيبه دي كويسه فنجحته. هي طبعا سيستم الاهلي حاجه، اداره الاهلي حاجه، جمهور الاهلي حاجه، كل عامل من هذه العوامل هيأثر بنسبه، لانه مفيش حاجه لوحدها منفصله عن الباقي. لكن في نفس الوقت حتى نجاحات هؤلاء اللاعبين الافزاز جزء من تكوينهم وتشكيلهم للمستوى ده يرجع لمانويل جوزيه. طيب الحاله كمان داخل النادي الاهلي مناخ تاني خالص، الجو، علاقه اللعيبه ببعضيها، ما دي ده شغل مدربين على فكره. بالظبط، ازاي يقدر يحافظ على المناخ بتاع الفريق يكون فيه هذه الروح الطيبه اللي ناس كتيره حتى اللي مشيوا من الاهلي او اللي جم من الاهلي اتكلموا فيه. ملمح من هذه الملامح دعابات بين عبد الله السعيد وسعد السمير واحمد فتحي، تشوفهم اتنين منتهى الوقار والصمت. عبد الله السعيد واحمد فتحي لما يتحط عليهم راجل مهرج، لا 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 لا، راجل صاحب حس، فاني، لا صاحب حس وشخصيه يشع بهجه. ما انا بقول لك يعني يهرج كتير. لا في واحد يهرج فارس يعني. لكن ده الحقيقه ملتزم حتى في تهريجه. يعني طب ما تشوف فكاهي، لطيف يعني، يشيع جو من البهجه. طب ما تشوف، نشوف يا عم ورينا. اكيد كنت بدخل بلاي ستيشن المعسكرات من ورا المدربين. اكيد اكيد بس دلوقتي المدربين بيبقوا عارفين يعني. لا هم كانوا بيدخلونا اروح العب معاهم. اكيد باخد وقت قدام المرايه عشان اتشيك قبل ما انزل الملعب. لا مش ما باخدش وقت يعني، بقف ابص يعني، بس مش ما باخدش وقت خالص. لا برضه اكيد ما التزمتش بتعليمات المدرب عشان اجيب جون. لا ما بالعكس، لا يعني الجول ده ما يعني الجول ملوش دعوه ان انت ما تلتزمش بتعليمات المدرب، بس انا بالنسبه لي يعني تعليمات المدرب اهم. لا هو يعني تعليمات المدرب مهمه طبعا، لكن في ظروف في الماتش او موقف معين بيحتم عليك ان انت تعمل حاجه مثلا ثانيه، فممكن تعملها وتطلع صح يعني، فهو المدرب حتى بيبقى سايب لك مساحه ان انت تشتغل فيها. يعني برضه هو هو نفس القصه برضه يعني، ساعات يعني ممكن تحصل مواقف ما انت مش هتكون مطالب بيها. ده هي المداعبات من اللي اختار لنا اللقطه. ده في حد بيوجه لهم حديث وهم بيتكلموا. انت مهيئ نفسك لمقالب وبتاع. طيب زي النهارده ولكن في 97، 15 فبراير 97، فوز كبير كان للاهلي على الاسماعيلي 6-0. 6-0 كان سجلها محمود ابو الدهب ومشير حنفي وفيليكس ابو وجيه وسمير كمونه ووليد صلاح الدين وهشام حنفي. نفكركم موسم 96-97، 15 فبراير 6-0 للاهلي على الاسماعيلي. ها
هجمه من الخلف للامام. لسه بقول لحضراتكم اللعب هيبقى مفتوح وماشي. ابو الذهب اهو هنشوفه مره ثانيه اهو. ومن بعيد زي ما حضراتكم شايفين ركن الكوره على شمال سيد السويركي وتتلعب الكوره والسويركي وجول جول جول. مشير انا فيه حط الجون الثاني ليه اهو هنشوفه مره ثانيه. مجدي يرفع كوره السويركي يغمزها زي ما حضراتكم شايفين يقابلها مشير قنبله في الزاويه البعيده محدش يقدر يعمل فيها حاجه ابدا ابدا. هشام حنفي ومعاه بشير ويقوم ويلعب كره عرضيه لفيليكس انما يحط فيليكس الجون الثالث يحطه احمد فيليكس. لسه بقول لحضراتكم بشير عبد الصمد وقع هشام وقام وعمل الكره عرضيه انقض عليها فيليكس وطلع السويركي جت في كعب رجله واتصلحت له ويحط الهدف الثالث. لعبها لسمير كمونة عشان يحط الهدف الرابع للنادي الاهلي. دخل ابراهيم حسن وجار وراه يتقدم النادي الاهلي باربع اهداف لشيء للنادي الاسماعيلي. هنشوفه مره ثانيه اهو داخل على طول سمير كمونة ببطن رجله في سقف الجون. وادي هجمه مرتده للنادي الاهلي وادي هشام يلف كوره لوليد صلاح الدين بيحاول انه يركنها وركنها على شمال سيد السويركي بيبرز الهدف الخامس للنادي الاسماعيلي للدقيقه تقريبا 37. وليد صلاح الدين بيلعب كوره مع هشام حنفي اللي النهارده اضاف كتير الى النادي الاهلي. وليد يلم الكوره ويستغل خبرته ومكره ودهائه وينشن في الزاويه البعيده زي ما حضراتكم شايفين رضا وفي المساحه الفاضيه على كل هشام. اقدر اقول ان هو النهارده نجم المباراه النهارده هشام قنبله عاوز اقول النهارده نجم استنيته لما يشوط وفعلا ليه. ادي رضا شوف التمريره في المساحه الفاضيه ازاي وطبعا خط الظهر ده قلت انا بيلعبه على خط واحد وسهل ضربه وعلى طول قنبله زي ما حضراتكم شايفين ما يقدرش يعمل فيها حاجه ابدا. طيب ده 6-0 للاهلي على الاسماعيلي 96-97 النجمه الرابعه في سماء الجزيره يا رب بدات تظهر شفتها يعني بس لا يعني لسه هنستطلعها بعد. اهلا بحضراتكم من جديد. في بيان رسمي وعاجل اكد شهود عيان انهم شاهدوا بمرأى العين النجمه الرابعه تلوح في سماء الجزيره. البعض فسرها ان دي النجمه الرابعه بتاعه الدوري وناس قالت لا مش هي. انت رايك ايه؟ امال بتاعه ايه؟ قول لي. لا طبعا انك انت أيوة. تتوقع أيوة. ان تظهر النجمه الرابعه شيء وان تراها شيء ثاني. حتى الان لا احد راها. لن نراها الا لما يبقى الفرق بينك وبين اللي وراك اكتر من عدد النقاط المتبقيه قولا واحدا. بس قولاً دي مش هتبقى نجمه ده هتبقى قمر. قولا واحدا تبقى زي ما تبقى كوكب قمر انما مش عايزين تبقى الشهاب. دلوقتي يبقى شاف يقع كده وينتهي. ما ينفعش الفخ اللي احنا بيترسم لنا نقع فيه. كل الناس اللي بتقول لك اصل الدوري ممل اصل مش عارف ايه اما تلغوه احسن هذا لتصدير الثقه والاطمئنان عشان الدوري حتى ما ضاعش يعني. طيب لمسخوه على الاهلي للي مش واخد باله هي ليه نجمه وليه نجمه رابعه. الاهلي باذن الله تعالى لو حسم الدوري السنه دي هيبقى ده الدوري رقم 40. في عرف الملابس الدوليه شركات الملابس الرياضيه العالميه ان هي بتمنح كل نادي نجمه عن كل 10 مرات فوز بالدوري. فال 40 دوري يقابلهم اربع نجمات. فالاهلي باذن الله تعالى مع الفوز بالدوري السنه دي يضع النجمه الرابعه على فانيلته. من هنا جايه قيمة النجمة الرابعة اللي هي كده الأربعين. ما لناش دعوة طبعا باللي عايز يملى فانيلته نجوم يحطها هو حر. يعني أي نادي يقول لك أنا 7 نجوم أنا 5 نجوم كل ده هو حر. لكن العرف الدولي الرياضي المسؤول نجمة عن كل 10 مرات دوري. عندك الأهلي واخد 39 دوري ما قدرش يحط النجمة الرابعة.
يحط الرابعه امتى؟ لما يبقى 40. يعني هو الاهلي عايز يعني نحط في فرق بين النجمه وغطى الكازوزه. ما هو لما حصلش النجمه الرابعه الاهلي يحطها ازاي؟ ما كان زمان احنا عيال ندي لنفسنا ناشئين، فانا الاهلي ازاي يحطها يعني؟ النجمه وغطى الكازوزه الاهلي مش هيعمل كده. الاهلي لما التسعه تبقى 10 يحطها. طيب هسيب انا وطن الكازوزه دول. الاعلام كيف تعامل مع فوز الاهلي واقترابه من النجم الرابع؟ هنلاقي مجله الاهلي العدد الاخير الفوز العاشر على التوالي والمتعه مستمره، ودي النقطه الحقيقه مهمه جدا اللي هي فكره استمتاع الجمهور بالكوره، فكره ان الاهلي يؤدي بالشكل اللي فعلا يضيف البهجه والسعاده على الجمهور وهو بيتفرج. ما تيجي نخاف تاني يا ابراهيم؟ ما نخاف لعب. ما طبعا ما تيجي نخاف تاني يا ابني، انا والناس واللعيبه و... طيب خلينا نقرا المانشيت وبعد كده نشوف بطان الكازوزه بتاعنا. 10 على 10 يا اهلي، بطل الدوري جاهز للاسيوط الجمعه والنصر الاثنين. الخطيب يطالب المديرين الجدد بالتفاني في خدمه النادي ومرتان وبالتمانية الأسد يعض الذئاب، مع إبراز نجاح وليد أزارو زعيم الهدافين. ودي مسألة مهمة جدا هنقف عندها النهاردة كتير. روزا اليوسف طرحت سؤال في عنوان مين يقدر على الأهلي، وجاوبت مفيش. في الأهلي. الأهلي الأهلي إذا تصور إنه ما حدش يقدر عليه هيبقى قدر على نفسه بقى. الكل هيقدر عليه. اذا اتصدر للحظه ان ما حدش يقدر عليا كله هيقدر عليه. وفي حد يقدر عليك وانت حتى منتبه. اللي هو مين بقى؟ التوفيق. يعني هو انت ماتش طلع الجيش بتاع اول السنه، شوفوا كده بحجم الفرص اللي ضاعت وعدد ضربات الجزاء اللي ليك وضربه الجزاء اللي احتسبت عليك. لا يمكن حد يتخيل دي مباراه ما يفوز فيها الاهلي. وخمسة وخمسة عليك يا اهلي. البدر بيقول الخمسة وخمسين هدفا دليل تفوقنا ده المصري اليوم اعتقد. وازارو رد على كل منتقديه. المصري اليوم. طيب هنشوف بقى في هذا الفيديو الكابتن مجدي عبد الغني وهو ينجو من فخ الكابتن ايمن يونس في اون سبورت. معلش حقه حقه يا كابتن مجدي. بالظبط حقه بالظبط بس عارف الفيلم قال له يا كابتن كده قال له حقه ولا مش حقه؟ حقه حاجه وانه يتقلط بالقلاطه. انا رهنت بالصلب بتاعي كله ده خنف ونزل نضارته لتحت وعمل لك لو المقاولين اتعادل مع النادي الاهلي 2-2 كان زمان هنطلع بالاستوديو من غيري كابتن امن وكابتن ضعف. طبعا واحنا كنا سنين خلي بالك حضرتك وهو كان واقف انا كنت حضرت ده انا 2-2 قاعد اقول للكابتن بتاعي يدخل بس بس هو بس هي اول لما دخل ثلاث اجوان طبعا عايزين نطلع بالاستوديو لوحده. مش عايز اقول للجمهور في الثلاث اجوان كان هو بيعمل ايه. احنا كنا سنين سنان. لا والله انا حابب بس اوضح حاجه. انا كمحلل انا موقن بكل اللي هيحصل ده. انا موقن بيه. انا ما ينفعش اقوله قبل الماتش. ما حضرتك يا كابتن طه انا موقن بيه. كابتن مجدي يقدر يقول انا بقول لك انا اقوله ما اقدرش. لا ما اقولوش بالشكل اللي هو يعني ديفينتلي ان انا اقول هيجي كذا. ما تجيش انما ممكن اقول النادي الاهلي انا متاكد ان النادي الاهلي بيلعب في الاوقات الاخيره وكل الكلام ده. انا هسال حضرتك حاجه. لا بس لا انت اللي علمتنا ده. لا انت اللي علمتنا اللي انا هقوله. انا اليقين يا كابتن طه. لا انا محلل محايد هنا يا كابتن. انا محايد. انا قلت ان انا مش محايد. انا قدامي معطيات يا كابتن باخد منها نتائج. ما اقولش هيجي. انا راجل بتاع فلسفه ومنطق وعلم نفس يا كابتن. استني بس اعمل ايه طيب؟ ما اقولش المنطق علمني ايه؟ المنطق وعلم النفس. أنا عارف المنطق والفلسفه علموني ايه يا كابتن؟ ما عندكش اي منطق يا اخي يا كابتن. ده انت خليتنا ما نحطش منطق. نطلع سريعا نسمع. ما هو مجدي عامل زيك يبدو ان هو قالوا الاهلي هيكسب هيكسب في الوقت يعني فقالوا له لا يعني في فرق ان انا حاسس بشيء ما قالوش قبليها. يعني بس هو طبعا الحديث نفسه القعده
تشعرك بالسعادة الجو الجميل اللي كانوا قاعدين وحده. طيب محمد سمير بقى اللي لعب ضد النادي الاهلي وهو لاعب يعني من ابناء النادي الاهلي في اون سبورت نشوف. الراجل بتلعب في النادي الاهلي تمام، لو انت لابس الفانيلا بتاعت نادي الاهلي والنادي الاهلي خسران 3-2 تمام، اخر 10 دقائق مختلفين عن وانت بتلعب في المقاولين كل احترام مقاولين او اي نادي اخر اخر 10 دقائق، هل اللعيبه الاهلي او الزمالك اخر 10 دقائق لو خسران الفرقه بتبقى داون شويه ولا بتبقى اخر 10 دقائق هنرجع وهنكسب؟ في النادي الاهلي يا كابتن سيف انا يعني لما لعبت وكنت موجود هناك، الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني ان انت ما عندكش ما فيش اي بديل غير المكسب، فاللعيبه كلها حتى اللي من جواه ما عندوش الطموح ده خلاص هو بيتخلق جواه، يعني انا بيتخلق جواه ان انا هنزل النهارده لازم اكسب، اي حاجه تانية مش مسموح بيها ايا كان بلعب مين. فهي الفكره ان النادي الاهلي هو ده اللي بيخلقه جوه اللعيبه، ان احنا يا جماعه ما فيش اي حاجه، حتى واحنا واخدين الدوري هنلعب الماتشات اللي فاضله هنكسب، حتى واحنا مثلا مش عارف ايه كل الماتشات بالنسبه له مكسب. فالفرق ما بينه وما بين الانديه الثانيه زي ما بقول لحضرتك في كده، في طموح لعيبه، في لعيبه خلاص اتعودت على المكسب، في لعيبه كتيره بتنزل كسبنا خلاص الحمد لله تعادلنا مفيش مشكله، خسرنا مفيش مشكله ويروح وعادي وتلاقي جاي التمرين ثاني يوم بيضحك ومفيش مشكله وماتش وعدى والماتش اللي جاي. هو ده الفرق بقى، ان انت النادي الاهلي لا ما عندوش الكلام ده، والانديه الثانيه لا ممكن لو هتلاقي في ال 30 لعيب هتلاقي مثلا ممكن 15 لعيب عندهم النوعيه دي اللي هم لا ويروح زعلان ويستنى الماتش اللي جاي عشان يكسب، وفي لعيب عادي الامور بالنسبه له عادي. فهو ده اللي بيعمل فروقات. طيب ده محمد سمير وهو في المقاولين وابن الاهلي، ازاي قدر يلمس الفرق بين شخصيه لاعب الاهلي؟ ودي المساله المهمه جدا، لانه عشان الجمهور وهو بيقيم اللعيبه يعرف ديت، والناس اللي بتسال اللاعب الفلاني نجح ليه في الاهلي او ما نجحش ليه في الاهلي، ممكن يكون لاعب كويس قوي في اي مكان تاني بس جه الاهلي ما قدرش فعلا يستوعب ملامح وطبيعه وشخصيه لاعب النادي الاهلي اللي اتكلم عليها سمير، واللي ممكن كمان يتكلم عليها اسلام محارب. ده كلام عنه يعني بص، اسلام محارب لما 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 خرج من الاهلي على غرار مؤمن، كان خروج وانا متاكد انه هيرجع. رجع بس رجع بقى لا يعني لم يخيب رجاء مدربه ورهانه عليه في اي لحظه، فباستمرار هو افضل بديل. ده الناس كلها لما شافت هذا حتى المحللين صدق احنا يعني وحشنا لقب افضل بديل من ايام جده. يعني اول من يعني لفت النظر على اهميه اللاعب البديل محمد ناجي جده مع كابتن حسن شحاته الفارق في كاس الامم. وبمناسبه اللاعب البديل بعد ما نشوف ده هقول لك تفسير سمعته من السيد عبد الحفيظ، كابتن السيد عبد الحفيظ دلوقتي، بس نسمع ده الاول. ما يستمرش على طول. اسلام محارب هو افضل بديل في الدوري المصري، هعرض لحضراتكم ارقام اسلام محارب. اسلام دايما يعتمد عليه كابتن حسام البدري، وفي كل مرة بيظهر في الصورة بيكون مميز. هتعرضوا لي الأرقام ولا يلا؟ فمع كل مرة بيعتمد عليه الكابتن حسام البدري بيثبت قدراته الهجومية. 14 مباراة لعب فيها إسلام محارب كبديل، عدد دقائق 331 دقيقة، سجل 4 أهداف وصنع هدف ولو من التسديدات 11. أنا بجيب لعيب بعرف أستخدمه وأدخله جوه المجموعة وفي النهاية بيحقق لي الهدف أو التارجت. يعني عدد الدقائق تمثل 4 مباريات، متوزعين على 11 مباراة، لكن عدد الدقائق 300 وحاجة لما تقسمها على 331 على 9 تبقى 3 وشويه كمان. فانت ده لعيب لا فعاليته عاليه، 4 اهداف، اسيست، 11 محاوله، يجي منها 5 كور تنتهي بجوال، هو حاطط 4 وعامل 1 في دقائق معدوده، وهي دي سمه اللاعب الذي يحدث الفارق. الاهلي لا يحتاج الى اللاعب الجيد،
اللاعب الجيد ممكن تشوف لاعب بيرقص الدنيا كلها، مهارات الدنيا فيه، ينتزع الاهات ولا يناسب الاهلي. تجد لعيب تاني تبقى محتار هو الاهلي يجابه ليه؟ لانه يحدث الفارق، ملتزم تكتيكيا مع زمايله، متعاون، عنده القرار، وهذا هو الذي يميز محمد صلاح عن كل هداف العالم النهارده. ليس المهاره فقط ولكن القرار، فدي هاخد القرار ده، فدي هاخد القرار ده، فدي هاخد القرار ده، انا هقرب هنا متوقع كذا، انا هقرب هنا متوقع كذا. هذا هو اللاعب الموهوب الذي لا يبهرك بمهاراته لكن يبهرك بقراراته. اسلام محارب، مؤمن زكريا، ده نوع من اللعيبه ده. جاي عنده الحتتين، حلاوه اللمسه، وفي نفس الوقت وان كان الجون اللي جابه اسلام محارب في الماتش الاخير، انا قلت لك شوف ازاي تعامل مع الكوره، ما استناش المطنوط يلعبها باليمين، عوج جسمه راح حاططها من تحت الجون. دي مهاره مع قرار مع اتقان في الاداء وتوقع. هو لعب الوان ومتوقع انها تترد له تو، فاكبر عبد الله السعيد انه يلعبها له بهذه البراعه. شافه متحرك عملها له، لو ما اتحركش مش هيعملها. فانت بتتكلم على لعيب فاهم بيعمل ايه في الملعب. هذا هو اللاعب الذي يحدث الفارق، وده اللي بيأكد على مساله انك انت ما ينفعش تتكلم على اللعيب ده مش اساسه وبيقعد احتياطي، لانه وقت ما بينزل شايف تاثيره عامل ازاي. وما ينفعش تيجي تقول لي هو اللعيب الفلاني ده مكسر الدنيا بره، لعيب مهاري انت مستمتع بيه وحاسس بخطورته، لانه هو لو جه شاط عليك كورتين حتى لما جوش جون يا نهار ابيض تحط ايدك على دماغك، ما تجيش جون الحمد لله. بس لو هو معاك وعمل كده بتقول ايه ده؟ صحيح، ايه اهدار الفرص دي؟ طيب كريم حسن شحاته تحدث في ال تي سي عن الاهلي، وصفه بايه؟ نشوفه. رايك في المباراه؟ الاهلي في حته وبقيه الفرق في حته يا كابتن خالد. بصراحه الاهلي فرقه منظمه جدا، فرقه عندها لعيبه كويسه، كابتن حسام حفظهم طريقه، خلاص ما حدش بيغيرها، كل الفرق اللي بتلعب ضد الاهلي عارفه الطريقه بس مش قادرين يواجهوهم. ان الاهلي منظم جدا حتى باختلاف الافراد. لعيبه الاهلي كمان في حاجه بيعملوها كويس جدا، بيستخلصوا الكره بسرعه قوي، لما الكره بتتقطع منهم بيجيبوا الكره بسرعه جدا، بيضغطوا على الفرق كويس قوي، وبيتحركوا من غير كوره كويس قوي. يعني لعيبه النادي الاهلي خصوصا اللي هم الرباعي الامامي عبد الله السعيد وجونيور اجايي وباكا النهارده ووليد ازارو، في تجانس وتفاهم بينهم كبير جدا، تحركاتهم بدون كوره رائعه مع كل الفرق. فدايما بيقدروا من خلال برضو التكمله بتاعت الاطراف، سواء احمد فتحي وصاب رحيل او علي معلول وهو بيلعب، فلا يعني فرقه مكتمله، ما بتحسش ان في فريق دلوقتي قادر يهاجم النادي الاهلي، رغم النادي الاهلي دفاعاته مش في احسن حالاتها، او اللعيبه الاساسيه في دفاع النادي الاهلي مش موجودين، كلهم مصابين، سعد سمير ورامي ربيعه، النهارده رجع محمد نجيب، بيلعب ايمن اشرف ومحمد هاني، معظم الماتشات اثنين مش مساكين اساسا، بس مش حاسين باي نقاط سلبيه عشان نص ملعب النادي الاهلي جامد. الناحيه حتى المهاجمين بيدافعوا كويس جدا، نشوف جونيور اجايي بيرجع بيدافع، عبد الله السيد بيعمل الدور الدفاعي، فمنسجمين ومكتملين، فبصراحه اقوى فرقه في مصر بصراحه في الفتره الحاليه. طيب نثبت على كده، كله عمال يقول الاهلي في حته وبقيه الناس في حته تانية، هل هنفضل محتفظين للاهلي بقيمه الحته اللي هو فيها؟ ولا هنرجع نسمع التحكيم والدولة؟ ولا هنرجع نسمع صوت الدولة والتحكيم والحكومة والحظ والسحر والدجل وشيخ شبرمنت وشيخ شبرخيت، ونلف الدنيا كلها عشان ننخرب ايه سبب تفوق الاهلي؟ انا بقى يعني كنت عايز اعلق على دي، بس انت يعني نورت لي اللمبة اللي انا اخش منها. طب اتفضل. عايز اعزائنا مشاهدي البرنامج من الأهلوية والزملكاوية يسجلوا كل الكلام ده ويحتفظوا بيه، عشان لما يسمعوا غيره من نفس الأشخاص هم اللي يفكروه مش احنا. لأن أول ما يحتدم أو تحتدم المنافسة الكلام هيتغير. وعشان كده لما يجي يقول لك الإعلام الأحمر، هو ما كانش أحمر. هو الإعلام طول عمره سيطرة الإعلام الأبيض موجود، لكن كان الكلام عن الأهلي يبدو وكأن مفيش غيره. ليه؟ زي دلوقتي هو في اعلام احمر، ما هو ده اعلام مش احمر، لكن هيقول ايه؟ هو يقر بامر واقع، يقر بتفوق واضح زي الشمس. فعندما يفوز الاهلي بهذه الاريحيه يتحدث الجميع ابيض واحمر واصفر واخضر عن
ما زي الاهلي فيجي يقول لك الاعلام الاحمر هو يغرف مما في الاناء انما عند يغرف مما في الاناء لكن عندما يحتدم المنافسه ما تلاقيش للاعلام الاحمر ده وجود بقى تلاقي بقى الدوله وكل الكلام اللي قلناه قبل كده يا جماعه سجلوا هذا الكلام ليكوا ولاولادكوا يعني برضو من اليقظ جدا بتغريداته وقاعد على تويتر واحده بواحده وعامل تعب لناس كتيرة لا ده هو وعمرو أديب ثنائي جميل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عمدة الأهلوية نشوف رأيه في الدوري اتحسم ولا لسه بعد مباراة الإسماعيلي أمس ولا لسه؟ إيه؟ الدوري حسم للأهلي بعد مباراة الإسماعيلي ولا لسه؟ لا يعني نظريا ما حسمش لسه؟ طبعا لسه أنت لما يبقى عندك رصيد من النقاط يكفي انك تبقى بطل الدوري حتى لو خسرت كل ماتشاتك ساعتها تقول حسن انما ده ما وصلتش للنقطه دي ما نقولش كده وبعدين يا اخي نقول كده ليه عشان الناس يعني ما خلينا نستمتع بفوز الاهلي الجدال اللي بينك ده كلام الناس العاقل انا احب كده عندما لا يصعب تعويض الفارق يبقى الاهلي كسب الدوري ولكن حتى اللي لعب في النادي الاهلي الفطرة ها زي كابتن هاني العجيزي الفطرة البسيطة اللي لعبها شوف علمت في حياته ازاي تعالوا معانا نشوف في الكشف عن سر نجاح الاهلي ايه ايه اللي حسيته في الاهلي مختلف عن الزمالك وفي الزمالك مختلف عن الاهلي والله انا طبعا مش عايز اقول حاجه الكلام عشان الناس تزعل انا عارف ان الناس هتزعل مني طبعا بس ده حاجه الناس كلها عارفاها يعني طبعا لا في حاجه كتير قوي في النادي الاهلي مش موجوده في نادي الزمالك يعني يعني اللعيبه حب اللعيبه لبعضها ده شيء مفروغ منه في النادي الاهلي يعني انا اول ما دخلت النادي الاهلي اول تمرين ليا ابو تريكه جه سلم على اول اللي جه سلم عليا بركات جمعه مش الناس دي كلها يعني ما تحسش ان انت غريب دخلت كانك داخل كانك بقالهم مثلا بقالك 10 سنين مع النادي الاهلي في النادي الاهلي طبعا غير حتى العمال اقل واحد في النادي الاهلي زيه زي رئيس النادي هناك كل واحد بيحترم التاني كل واحد شايف شغله ما حدش بيدخل في شغل التاني حتى في الملعب ده بيبان عليهم في الملعب يعني اكيد النادي الاهلي مش 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 النجاح اللي هو فيه ده مش من فراغ يعني غير حب اللعيبه لبعضها ايه تاني؟ الالتزام في التمرين الالتزام في 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 كل حاجه يعني زي ما قلت لك هناك كل واحد شايف شغله ما حدش بيتدخل في شغل التاني يعني انا افتكر حاجه للكابتن لمستر مانويل ان احنا كنا بنلعب في بطوله افريقيا في سنه وخدنا البطوله وكان المفروض ان تاني يوم كان في تمرين لان كان عندنا ماتش في الدوري فدي طبعا كنا فرحانين ان احنا خدنا بطوله افريقيا وكده وده حاجه انجاز كبير طبعا النادي الاهلي برده يقصد بطوله افريقيا طبعا فكانت اول يعني انا ما كنتش مشارك في البطوله بس كنت موجود معاهم ما كنتش مشارك في القايمه بس كنت موجود طبعا فلقيت مانويل مثلا مانويل جه قال لك يا جماعه خلاص الصفحه اتقفلت عندنا ماتش بعد بكره مع مش عارف كان فريق ايه فانا استغربت يعني فاحنا طبعا ده لو في اي نادي تاني كان قعدنا حوالي اسبوع او 10 ايام بنحتفل وفرحانين وبتاع الجملة الأخيرة لهاني العجيزي هو الحقيقة في الحوار ده أنا شفته يعني اتكلم بحب شديد على الأهلي حتى هو بيأكد إن هو زملكاوي والده زملكاوي بس قال لو رجع بيا الزمن لأي فترة عشان أختار هختار ألعب في الأهلي وأسباب نجاح الأهلي وتميزه اتكلم فيها كتير هو أول ما جه من دمياط راح على الزمالك آه لكن الكلمة الأخيرة دي مهمة جدا إنه الأهلي لعيبته ما بتستغرقهمش الفرحه قوي ودي ارجع تاني لا الفرحه ولا الزعل يا استاذ ابراهيم بالظبط ودي تاني بصمه مانويل جوزيه اللي هو تاني يوم تقريبا او تالت يوم للفوز بالبطوله قدامنا كان دايما وابدا كل لعيبته تذكر ديت احنا اللي حصل ده خلاص ده تاريخ ده راح المتحف بكره في كذا لا هقول لك حاجه اكتر اه كان لازم ينكد على الفرقه يعني انت كسبت النهارده افريقيا وتاهلت لكاس العالم للانديه عنده تمرين او لسه راجع كسبان ثالث العالم وحاسس بالانتشاء اللعيبه عنده تمرين بعد ربع ساعه لاحظتها كذا مره كل بعد فوز مدوي يروح صوته يعلى لاغي التمرين خش جوه ويخطف حد ويخطف حد وانتم مش مش احنا مش جايين نهزر
يطفي لمض الفرحة ويبدأ تاني يوم يشحن من جديد، يشحن من جديد كأن ما كسبناش ولا عملنا ولا عملنا حاجة. فاكر انت الحوار المطول اللي عملناه مع الطيارة؟ انت عملت، انت اشتريت له جهاز مخصوص عشان تسجله. قال حاجة مهمة قوي والله انا دايما بفتكرها له، انها تنطبق على مصر في كل المجالات. قال انا في تحليل النفس شايف ان انتوا ما بتنجحوش كتير وانتوا تحت تأثير الفرحة، الفرحة بتستغرقكم قوي. وانا معاه كنتش عشان كده اقول لك من خاب سقلب. شوف الامثله بتاعتنا بالظبط، لازم ترجع تركز وتستدعي كل قواك الكامل عشان تبدا تنجح. عندي امتحان ومذاكر كويس جدا، لازم اخاف. طب اطمنت بقى وقعدت قدام التلفزيون وهزرت مع اصحابي ودخلت في مود ما فيهوش تركيز. عشان كده بص ثقافتنا لما نضحك وننبسط نقول خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، يعني نتشائم من كثره الفرحه. ده دليل على انه ما بنعرفش نشتغل في مود كويس. هاني العجيزي في نفس القناة برضو، لو حد من لعيبة الأهلي دلوقتي طلع واتكلم على أنه التحكيم ما بيجاملش الأهلي والأهلي بتظلم التحكيم، هيبقى ده أمر ربما يشوفه البعض وطبيعي جدا لأنه في الأهلي. طب لما يكون هاني العجيزي الرجل تحدث على أنه في الأصل زملكاوي وابن الزمالك كناشئ وسعيد جدا وممتن قوي بالفترة اللي قضاها في الأهلي ودلوقتي لا تربطه أي علاقة بالنادي الأهلي، لكن له رأي في مقولة إن التحكيم بيجامل، نشوف هاني العجيزي تاني. بالتجربة خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحية النادي الأهلي. بالظبط، وخلي بالك مش أنا لوحدي، يعني أي حد لو مكانيه هيغير الفكرة. أي حد يعني لعب في النادي الأهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه أكتر. بص قبل ما أقول لك حاجة، أنت في كام لعيب في النادي الزمالك لعب في النادي الزمالك وراح النادي الأهلي؟ في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح، انا ولا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص. بس ده بجد يعني كل حاجه. يعني انا بكلمك بصراحه، سيبك بقى من اهلي وزمالك. انت يا جماعه ما حدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا وجوه هنا. ده حقيقه. انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله، اقسم بالله ورحمه بابايا، انا في النادي الزمالك، انا حتى في فيديو ليا على الـ على الـ على اليوتيوب وانا في نادي الزمالك، عندنا ماتش في الجزيره وكنا كسبانين 1-0 والنادي الاهلي اتحسب له ضرب جزاء في اخر الماتش وبتاع وتعادلوا معانا او تقريبا او كسبونا 2-1 في اخر دقيقه حاجه زي كده، طول عمرهم بيكسبوا في اخر دقيقه يعني. فاليوم ده انا طلعت اتكلمت وحش جدا عن النادي الاهلي جدا. قلت هم بيكسبوا بالحكام ومش عارف ايه، انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دولة ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسة. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعة خالص، ما فيش الكلام ده خالص. ممكن الفترة مثلا، فترة من فترات ان النادي الاهلي اتظلم، النادي الزمالك اتظلم فيها ممكن تحكيميا او اعلاميا او بس دي مالهاش علاقة بان انت تقول الحق في او تقول الحقيقة ان انت شفتها في النادي الاهلي. لا انا مش قادر ان انا نافق، لا النادي الاهلي في حتة تانية خالص يا جماعة، في حتة تانية خالص. كلام كرره أكثر من لاعب خرج من الأهلي ولم يستمر. اللاعب اللي بيخرج يا جماعة من النادي الأهلي بتتوقع أن يكون متضايق، يعني عنده غصة، لكن لما تجد أن شريف حازم بيقول نفس الكلام، ولو عادت الأيام لاخترت الأهلي، لما تجد أن هاني العجيزي أهو، لما تجد أن كابتن شريف عبد الفضيل بيقول هذا الكلام، لا كل اللعيبه اللي خرجت من النادي الاهلي تقريبا الا قليلا تشعر ان هم يعني قدروا الفتره يا استاذ ابراهيم وشافوا الحقيقه بعينيهم. كنا بنقول حكومه، كنا بنقول مش عارف ايه، وكنا بنقول المجامله، لما دخلت النادي الاهلي ما لقيتش الكلام ده كله. كل الناس تتحدث على الاهلي باحترام وقال لك هات لي حد يقول لك ما كانش نفسي ابطل في النادي الاهلي. هذا كلام مهم جدا جدا، لانه هو ده اللي بيحط النقط على الحروف، مش عاطفتنا اللي بتتكلم بالظبط، ولكن تجارب الاخرين الواقعيه تتحدث عن نفسها. واحد بيقول لك انا كنت بكره الاهلي.
يعني لا، وقال لك كانوا معايشيننا ومعرفيننا على انه الاهلي ده حاجه وحشه قوي، ودي برضو نقطه مهمه في تربيه الناشئ الحقيقه. لا يعني انا مش عايز القي باللائمه، لا انا بقول على منافس بيحاول يعمل ايه، انا بألقي باللائمه على مدرب الناشئين. مدرب الناشئين في الزمالك، في الاهلي، في الاسماعيلي، في كل الانديه، لان انا عارف ان في هم اللي بيعملوا الاحتقان. طبعا في مدربين في الزمالك انت عمال تحقن في الناشئ كراهيه المنافس، وبتصور له زي ما هاني العجيزي قال، بيصوروا لنا حاجات غريبه جدا. انت عارف بتعمل ايه يا استاذ ابراهيم؟ فبتكون مناخ. انت عارف وحش بتعمل قوي. انت عارف ليه بيعمل كده؟ بيخلق له المبرر لفشله. هو ليه هيخسر؟ ايوه، مش خسر. هو بيجهزه، يا ابني انت هتلعب وهتتظلم تحكيميا والدوله عايزه الاهلي يكسب. العب بقى. فبينزل مهزوم. كيف تخلق شخصيه بطل من انك تطلع واحد بهذه المظلوميه؟ ودي دي في السياسه حتى طبعا اصبحت هناك اقليات تصدر لك هذا الكلام. القام عود مش عارف الديكتاتوريه واللي ليه ده سبب فشادنا. احزاب كثيره جدا بقى لنا 30 40 سنه ما فيش حزب في افريقيا يقول لك اصل الدوله مش عايزانا. يعني الدوله تعمل لك ايه لو انت حزب قوي؟ ما تنزل الشارع تشتغل. الله، هتعمل لك ايه؟ هو الوفد ما اتبنى طلع كان حزب قوي جدا. لكن يعني الحقيقه احسن حاجه الا تلتفت خلفك. احسن حاجه وانت تنظر الى الامام واحد سابقك ان كل همك انك تحصله، مش انك انت تحاول تكعبله. تحصله ازاي وهو في حته بعيده لوحده خالص؟ حاول. طيب، نتائج الاسبوع ال 23، الاهلي كسب المقاولين 5-2، الزمالك كسب سموحه 1-0، الداخليه والاسماعيلي تعادلوا 0-0، وادي دجله كسب بتروجيت 2-1، والاسيوطي كسب النصر 5-1. يعني هنلاحظ مباراه بكره الجمعه دي مباراه بين بتوع الخمسه الهجومين. عشان كده كابتن علي عايز يلعب كوره، عايز ملعب كويس. والجيش كسب طنطا 1-0، والانتاج كسب الاتحاد 3-2، وتأجلت مباراة إنبي والمقصة والمصري والرجاء. دفاع الأهلي، دفاع الأهلي الحقيقة غاب سعد سمير، غاب رامي ربيعة، تعور محمد نجيب، احترف من الموسم اللي فات حجازي. يعني قلب الدفاع كله مش موجود. الاساسي والاحتياطي كان بيلعبوا 2 و2 احتياطي، الاربعه مش موجودين من الفتره من فتره. يعني دخل الكابتن حسام البدري ايمن اشرف، ودخل محمد هاني في القلب سردباكين، تعور ايمن اشرف وغاب، وبعد هاني شويه ورجع. ومع هذا لازال دفاع الاهلي افضل دفاع. دي مساله قد تبدو للعامة لغز غريب، في خط دفاع بيغيب عنه كل هؤلاء الأفراد ويبقى فعلا أفضل دفاع والأهلي يكون أقل الأندية استقبالا للأهداف. دي مسألة استلفتت، يمكن دخل في مرمى الأهلي 14 هدف فقط، في أندية بعد كده هتلاقيها 3 أضعاف الكلام ده كمان. المسألة دي يا باشمهندس لفت نظر الأستاذ حسن المسكاوي، فكتب النهاردة في الشروق حقيقة ضعف دفاع الأهلي، وهل دفاع الأهلي فعلا ضعيف؟ بالواقع وبالأرقام هو أقوى دفاع كل سنة. كل سنة، مش السنة دي. ليه؟ بس السنة دي لما يكون فعلا أفضل دفاع رغم كل هذه الغيابات المؤثرة جدا يبقى نقف عنه. ممكن نرجع ثلاث سنين بيتقال نفس الشيء، دفاع الأهلي عايز دعم، دفاع الأهلي عايز دعم، دفاع الأهلي عايز دعم. هو يعني انت تتطلع للافضل، ده موضوع تاني. هي هو حسن السكاوي الحقيقه اشار لنقطه الناس لازم تاخد بالها منها، لانه ده نجاح لوليد ازارو، انه فريق النادي الاهلي بشموليه الكره اللي بيلعبها بيضغط في كل حته، كل واحد ملتزم بالمهام بتاعته. المهام الدفاعيه بتبدا من عند راس الحربه بتاعك، فده اللي مخفف ومقلل العبء والضغط على الخط الخلفي وعلى حارس المرمى. فقال الاستاذ حسن المستكاوي
تقول الأرقام أنه ليس ضعيفا، فقد مني مرمى الفريق ب 14 هدفا وهو العدد الأقل من الأهداف الذي هز الشباك، لكن دفاع الأهلي يعاني أحيانا من غياب بعض أعمدته الأساسية مثل ربيعة وسعد سمير ومعلول، لكن في جميع الأحوال يملك الأهلي أقوى دفاع وليس أقوى خط دفاع. لا دي حتة فيها، لا ده كلام، هو ده بيفسر الكلام يا أستاذ إبراهيم، لأن الفارق بين الاثنين بين الدفاع وبين الخط يساوي على الأقل 15 عاما. تسمح لي أقول فهمتها إزاي؟ فهمتها باللي أنت قلته، أن الموقف الدفاعي يبدأ من رأس الحرب بالضبط، والضغط الدفاعي يبدأ بمجاميع بخط الخلف بمجاميع فلا تصل الكرة بشكل خطر إلى منطقة الخطورة إلا نادرا. فيبقى خط الظهر هنا مش مختبر باستمرار. هو حاول يفصل في التفسير الزمني خط الظهر والأفراد بالزبط عن الموقف الدفاعي للفريق، فقال إن الدفاع في الماضي البعيد، مفهوم الدفاع في الماضي كان يتحمله خط الظهر فقط، هم دول اللي كانوا عليهم مسؤولية الدفاع، وهو يتعرض لضغوط مستمرة ويتحمل المسؤولية الكاملة وفقا لظروف كرة القدم وطرق اللعب في ذلك الزمن البعيد، حيث المساحات الواسعة بين الخطوط، وحيث كانت الكرة قديمة والخطط قديمة والأفكار قديمة، وبمضي السنوات أصبحت الأمور كلها مختلفة، بل هي تختلف من كل عامين أو ثلاثة وأحيانا كل عام، فالواجبات الآن مركبة والمهام مركبة ومتشابكة، فالفريق كله يهاجم والفريق كله يدافع، فمعنى ذلك أن هناك مهام لخط الوسط والهجوم بالمساعدة في أداء الواجبات الهجومية والدفاعية. ويضيف الأستاذ حسن السكاوي، حين يقصر لاعب الوسط في الضغط على المنافس ومقابلته فإن ذلك يكشف خط الدفاع، وإذا تكرر ذلك وبات حالة ضعف في فريق ما فإن تلك الحالة تصبح خللا إذا استمرت ودامت، وهذا يمثل إحدى الفروق الكثيرة بين فريق قوي وبين فريق آخر ضعيف، وتحسب الأمور بنفس القدر في الواجبات والمهام الهجومية. وبيستمر الأستاذ حسن المستكاوي في الحديث عن مهارات لعب كرة القدم وإزاي المهام متوزعة بين كل أفراد الخطوط كلها، ويسأل اللاعب الذي يملك الكثير من تلك المواصفات ويكون متميزا بقدرته على الابتكار والإبداع والإتيان بما لا يمكن توقعه، وبه ينتزع آهات الانبهار والإعجاب، هو بيليه وميسي ومارادونا وكرويف هم اللاعبون السوبر. لا علاقة لكلمة سوبر هنا باللاعب الأفريقي السوبر الذي يعد به الأهلي منذ 25 عاما. الإجابة على سؤال أول السطر، دفاع الأهلي ليس ضعيفا لأنه دفاع فريق، لكن خط الظهر في الأهلي يحتاج لعنصر دفاع ووسط أسرع، خاصة أن مقياس القوة ومعيارها سيكون في المباريات الأفريقية، وأحدد أكثر في مواجهات الشمال الأفريقي. أتفق معه في كل كلمة، وتبدأ مرحلة البحث. عن إيه؟ هو أنت طول ما أنت قاعد حاططني لازم ابقى مصحصح في مرمى النيران، في مرمى النيران. طب ما نشوف برضو الاستاذ سمير عبد العظيم، الاهلي او شنا ورنا، دي عناوين المسا طبعا لازم يبقى فيها شغل شعباوي رنان. يا رضا كده، ايه الحكايه دي؟ ايه الحكايه؟ ما هذا الذي يحدث في دوري كره القدم هذا الموسم، سواء من نتائج هي الاولى في المسابقه منذ بدايه عام 48، وهو أن يحقق فريق واحد الفوز في 19 مباراة حتى قبل نهاية الموسم ب 11 أسبوعا، منها 14 انتصارا متتاليا بداية من الأسبوع التاسع حتى الأسبوع 23، ويخرج بلا هزيمة اللهم إلا تعادلا وحيدا بهدف لكل فريق في الأسبوع 15. ويستعرض الأستاذ سمير عبد العظيم في المساء نجاحات الأهلي، ويشيد بعبد الله السعيد مايسترو الفريق صاحب العشرة أهداف، وليد سليمان وأجاييه، ومعهم مؤمن زكريا الحمامة الطائرة، ده قبل ما يحترف، ولا يمكن أن يغفل أي منصف عاقل اللاعبين في التشكيلات الأساسية بداية من محمد الشناوي ومرورا ببقية اللاعبين، ويتحدث عن قائد الكتيبة الكابتن حسام البدري. ده الأهلي أبو شنة ورنة، لكنه مباريات الأسبوع 24 اللي انطلقت، الرجاء كسب إنبي 3-0، دي نتيجة برضو مدهشة طبعا، والزمالك كسب وادي دجله امبارح
في اللحظات الأخيرة في الوقت الضايع 1-0. ما حدش اتكلم لا على شبرخيط ولا رسم كاريكاتيرات ولا حد قال الحظ ولا يعني خلي بالك دي كرة. لا، عندما يفوز الأهلي في الدقائق الأخيرة هذا حظ. إذا فاز أي نادي تاني هذا كفاح وروح ورجولة. هذا هو الفارق بين الحظ والرجولة. إنك تحصل في الأهلي ولا تحصل بره الأهلي. لكن لما بيقعد المحللين سيبك بقى من الإيه، من الناس اللي بتقعد بتهزر، لكن المحللين أسسوا لأسباب فوز الأهلي كلام إحنا ما نقدرش نقوله أو نستحي نقوله. صحيح. والاتحاد كسب الداخلية 2-1. النصر ده فوز مهم جدا للاتحاد الحقيقة. بتروجيت كسب النصر أيضا 1-0، والمصري تعادل مع الرجاء 0-0. خلص الماتش 0-0؟ لعب الأهلي مع الأسيوطي من قبل 3 مباريات، فاز الأهلي 2 وتعادل 1. تعادل بدون أهداف في الدور الأول موسم 14-15، وفاز الأهلي في الدور الثاني لنفس الموسم 3-0، ثم فاز في الدور الأول للموسم الحالي 1-0 بهدف رائع جدا سجله عبد الله السعيد، يمكن مخرجنا شوارب بيفكر حضراتكم بيه. لعب الأهلي لأنه الأهلي كمان يوم الاثنين الجاي إن شاء الله الأهلي مع النصر. لعب الأهلي مع النصر 3 مباريات فاز فيها جميعا 2-1 و3-0 في الموسم 14-15. في الدور الأول السنة دي الأهلي فاز 4-1. من هنا بدأت تلوح في الأفق النجمة الرابعة، لكن الأهلي بيقترب جدا، الأهلي في حتة لوحده خالص، الأهلي يغرد بعيدا، درع الدوري على أبواب الجزيرة. كل ده كلام واقعي وصحيح، لكنه لا يعني أي شيء سوى المزيد من التركيز لحسم البطولة. والقاعدة اللي كل الناس بترددها بمسؤولية، إنه وقت ما يكون الفارق يصعب تعويضه رقميا يبقى هنا الأهلي حسم الدوري. وأعتقد ده هيكون مهم، كلما كان الحسم مبكر شوية كلما ده ريح الكابتن حسام البدري اكتر، ريحه في الافريقيا، ريحه في هيدي راحه لبعض العناصر اللي ممكن قدامها تأهيل البعض. يعني طبعا فهي الارتباطات اللي جايه اعتقد مساله هتبقى مهمه جدا في انه الشباب ياخدوا فرص كمان يا باشمهندس. كل الناس اللي محتاجه فرص هتاخد فرص. طيب يعني أنا أعتقد يا باشمهندس الحذر مطلوب جدا. مش الحذر، التركيز. أوعى تصدق إنك أنت لوحدك وإنك أنت تعيش هذا الشعور. خطر جدا. كان زمان كابتن جلال عز وهو واحد من عباقرة لعبة تنس الطاولة في مصر. وكان صاحب أداء مميز جدا وكان رقم واحد. لكن كان بينافسه 3-4 لعيبة، 2 منهم في الشبان المسلمين. وانا كنت سكرتير اللعبه، كابتن فاروق عبد الرازق وكابتن صلاح عمران. انت يكسب اول جيم مرتاح وماشي في الثاني، وفجاه تبص تلاقي الماتش اتقلب وخسر. يا جلال في ايه؟ يقول لك فكرت في الماتش اللي بعديه وانا بلعب. ده مهم جدا. صحيح. جدا صحيح. الا تشعر انك ساعه التفوق انك انهيت الامر. نهايه الامر الحكم يصفر، وعلى راي الناس بتقول لك تخش اوضه اللبس وتشوف الماتش في الاعاده. ودول رومات احد، الدرس التاريخي مثلا تنشغل بالفوز بجمع الغنائم، واخد بالك، قبل ما المعركه تنتهي. ما انتش عارف امتى تقلب. صحيح. ضعيف وممل ولازم يتلغي كمان. ده الدوري لما الاهلي يكسبه او يقترب منه او يتصدره او يعمل كره جميله. انتوا مش ملاحظين انه الناس اللي بتتكلم على ان الدوري ضعيف وممل ممكن تلاقيها في جمله قبلها بدقيقتين كان بتتكلم على المتعه. الله الله على اللي بيعمله عبد الله السعيد. ايه الكوره والجمال ده اللي بيعمله؟ طب انا عايز اسال سؤال، هو احنا بنلعب مع برشلونه وريال مدريد والمان سيتي والمان يونايتد وبايرن؟ ما بنلعبش معاهم. طب ليه الشباب بيروح يتفرج؟ للمتعه. ايوه. ف
فعندما يصدر لك الاهلي هذا الكلام ما تقوليش الدوري ممل. هل طيب لعب على طول الركنيه طالع الهاني سليمان ولسه الكوره ودي تسديده ارضيه وفرصه كبيره وطول. الاهلي قوي يبقى الدوري ضعيف، ولو الدوري حد تاني بتصدره هيبقى نار ومثير وهو ده المطلوب. الاهلي حاليا احنا وصلنا ل 23 اسبوع. الاهلي بيتصدره ب 60 نقطه. الاسماعيلي الثاني عنده 46 نقطه. الزمالك الثالث عنده 42 نقطه من 24 مباراه. المصري الرابع عنده 41 نقطه. طيب ده المربع الذهبي. تعال بص لك على الناس بقى اللي هم ايه؟ زعلانين قوي من الدوري وشايفين انه ممل وتعبان وملوش لازمه. وتسمع يقول لك ايه الدوري ضعيف. قعدت اناقش واحد قلت له ضعيف صح؟ قال لك اه هو ده دوري. قلت له لا، طب الدوري الضعيف ده هو اقوى دوري ايه؟ قال لك الدوري السعودي، روح اتفرج. قلت له طب ما الدوري المصري بتاعك الضعيف يطلع منه 12 لاعب للدوري السعودي. ده دليل ايه؟ اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي. لما يطلع مدافعين منتخب مصر الاثنين في الدوري الانجليزي طالعين من الدوري المصري. لما يطلع رمضان صبحي ومحمد صلاح من الدوري المصري. والنني بأمرت ايه بقى؟ بأمرت ان الدوري المصري ضعيف. احنا بس جزء مننا ان احنا مغرضين جدا. جزء تاني هو ممل وضعيف ليك لانك مش لاقي نفسك فيه. اه انما في ناس كتير مستمتعه. في ناس كتير مستمتعه. الاهلاويه معهم ناس كتير. طيب في مثل هذا اليوم ولا في مثل هذا التوقيت لما الزمالك خد الدوري توعى على الحكايه دي ولا لا؟ امتى؟ توعى عليها؟ 2015؟ لا 2014 2015 ها؟ اوعى عليه يعني ايه؟ انت بتتكلم على دوري بقاله سنتين. طيب ما لحقتش انساه يعني. طيب ساعتها الزمالك كان متصدر في الاسبوع بعد مرور الاسبوع 23 زي كده، كان عنده 48 نقطه. كان انبي الثاني عنده 43 نقطه. كان الاهلي الثالث ب 39 نقطه. الرابع كان مصر المقاصه ب 34 نقطه. والخامس المقاولين كان عنده 33 نقطه. طب لما يكون الزمالك كان متصدر ب 48 والمقاولين الخامس 33، يعني كان الفارق كام؟ 15 نقطة؟ وبينه وبين الاهلي 9 نقطة. اه 9 نقاط. واخد بالك؟ كان وقتها الدوري قوي ومثير ورائع لأن الأهلي كان تالت. ما دام الأهلي بعد يبقى ده دوري 100 100. طب أنا أقول لك حاجة؟ اه أنت لو جبت البايرن ولا جبت أي فريق أجنبي يلعب في الدوري المصري ويبقى الثاني او الثالث هتقول على الدوري ايه؟ قوي جدا. اه طبعا هي كده. طيب هو الاهلي في حته لوحده او الاهلي واخد يعني متصدر الدوري بفارق كبير عشان عمل حاجه استثنائيه غيره ما عملهاش؟ الاهلي يعني كل عشاء حد يعني ولا في حد بات من غير عشاء والاهلي هو اللي اكل اكله؟ ولا الاهلي ظلم حد وخد حاجه استثنائيه ما خدتهاش بقيه الفرق؟ طب ما نبص على المنافسين القريبين من الاهلي عشان لو في تقصير من الناس اللي قصرت تراجع نفسيها، ولو الاهلي خد حاجه حد يرجعها لهم بقى. الواقع بيقول انه قبل السنه دي الزمالك تعاقد مع 21 لاعب في ميركاتو الصيف وسبع لاعبين في الشتاء. بين رحلة الشتاء والصيف في 28 لاعب ضمهم نادي الزمالك لتدعيم صفوف، وكان بيدعم وبرافو وحرب النجوم وكل الكلام الحلو اللي انتوا بتقروه واحتفالات واحتفاءات. لا ولا الزمالك انتصر على الاهلي في الصفقات في الصفقات اه ب 28 لاعب. الاهلي في الصيف تعاقد مع سبع لاعبين وفي الشتاء تعاقد مع سبعه. يعني الاهلي